ممكن يأثر على الشرايين التاجية يا دكتور اللي هي فوق القلب؟ الشرايين الكبيرة بقى دي أهم حاجة هي الشرايين التاجية دي، بتغذي القلب. بتغذي القلب، وانت تجدي كتير جدا جدا مرضى السكر عندهم صح مشكلة في القلب، يقول لك الكوليسترول والضغط والسكر والقلب متصلين هم ببعض. هتلاقي عندهم كوليسترول عالي جدا اذا كان السكر مش منتظم، الاكل مش منتظم وعمال ياكل عادي خالص مفيش مشكله، هتلاقي الكوليسترول الدهون الثلاثيه والدهون الضاره كلها عاليه، ودي بتاثر على شرايين القلب الكبير سدها. يبقى من الحاجات المهمه قوي. وبعدين لو واحد بقى وهو عنده سكر بياخد اقراص مثلا وسكره عالي وبعدين جاله القلب، يبقى دي من ضمن المضاعفات الكبيره بتاعت مرض السكر. يبقى انا ضروري انقل من الدواء اللي هو الاقراص الى دواء زي الانسولين مثلا او الادويه الجديده اللي احنا برضو اتكلمنا عليها برضو من فتره اللي هي بتنشط البنكرياس وبتعمل حاجات زي كده. يبقى ضروري اظبط السكر. ضروري اظبط السكر. طب انا عاوز اسال حضرتك سؤال، يمكن بس عشان المشاهدين يكونوا متابعين معانا، لان انا دايما بحاول ابسط العلاج والامراض بطريقه مبسطه عشان الناس تفهم. الكوليسترول عباره عن شوائب زي انا ببسطها يعني ماسوره اللي هي الشرايين، بيفضل يسد الماسوره دي لغايه ما الماسوره دي تتسد خالص، فبالتالي مفيش دم يقدر يوصل من الاعضاء او من القلب للاعضاء والعكس. الكوليسترول بيعمل ايه؟ بيعمل تهتك للجدار نفسه ولا بيعمل ايه؟ الكوليسترول، انا اسفه، السكر بيعمل ايه؟ السكر هو اللي بيعمل تهتك للشرايين. ايوه هو ده اللي انا عاوز اوصله للمشاهدين. السكر بيعمل فعلا تهتك للشرايين، تهتك للشرايين، بالتالي ما تقدرش تستحمل ضغط الدم او الدم وهو رايح وجاي عشان يقدر يغذي الاعضاء الثانيه. انا بس عاوز اوصل للنقطه دي. الكوليسترول بقى هو اللي بيسد الشريان. من عارفه بيفضل يسد الماسوره نفسها، يفضل يكون لغايه لما مفيش دم بقى ده يقدر يتسد. وهتبص تلاقي الشريان ماشي كويس وبعدين جاي في حته ضيق وبعدين يرجع يوسع تاني. سبحان الله بقى بيحصل ايه؟ عشان الناس برضو ما تتخضش قوي من قصه ان يعني كله بيجري ساعه ما يحصل مشاكل والم وبتاع، الم في صدره. وعلى فكره الالم اللي في الصدر ده مش الم هنا، مش الم في القلب، بس مش هقول لكم فين عشان ما لا لازم عشان يا دكتور قول لنا. لا ازاي قول لنا، عاوزين نعرف. انت عارفه اول ما هقول هتبص لي بقى بعد شويه اقول لك الالم هنا. هو الالم بيبقى في نص القفص الصدري بالظبط، وبيسمع في الدراع الشمال، لان هو القلب في النص اصلا، بس هو واخد ناحيه بس زياده ناحيه تانية بس مش اكتر. لو الواحد حس بهذا الالم في النص وبيسمع في الدراع الشمال ما يتهونش، ما يتهونش في ساعتها. يعني مش يقول بكره انا هبقى اروح بقى للدكتور. لو الالم هو جامد هيخليه ينزله طبعا، يروح اقرب مستشفى ولا حاجه، هيعمل رسم قلب وهيقدروا يعرفوا هل في جلطه ولا ما فيش ويقدروا يعالجوه. من الحاجات اللي ربنا سبحان الله بيعملها، الحته الضيقه دي بتطلع حاجه اسمها كولاترالز، شبكه من الشرايين قبل وبعد الانسداد تبتدي تتكون، يقوم الدم يجي يعدي يلاقي الحته المسدوده دي، يدخل في الشبكه اللي ربنا عملها جديده بعد الانسداد سبحان الله، وتعدي هذا الدم.